النهارده بنتكلم من موقع من موطن وموضع راس الشهيد خليل ابو زيد، قصر ابو زيد بك علي عمده دير مواس. هو مالك القصر دوت ومن بعده ابنائه، وده مكان اللي اتربى ونشا وترعرع فيه الشهيد خليل ابو زيد، واللي انطلقت شعله وشراره ثوره 1919 من هنا بترتيب وتخطيط واعداد الشهيد الدكتور خليل ابو زيد. كان بيجمع اهل بلدته وابناء عمومته واهله للاجتماعات في المكان ده. كانوا المكانين اللي بيجتمعوا فيهم اقدم واكبر من اقدم المساجد اللي في دير مواس، مسجد اولاد محمود. ده كان اقدم مسجد واول مسجد يعتبر في دير مواس. وهنا في القصر دوت الدور الارضي المكان اللي كان بيجتمع فيه بابناء عمومته لانطلاق شراره وبدء شراره ثوره 1919. كان قاتل قطار زي ما قلنا من السودان، تمام، قادم من السودان، حاولوا ايقافه في مركز بيروت محافظه اسيوط، ولكن القطار مر على المحطه مسرعا وباءت المحاوله بالفشل، فتم ايقافه في محطه دير مواس بفضل عمال المحطه ورئيس القطار. كان يدعى هناك اسطوانه، الاسطوانه ديت هي اللي كانت بتمشي القطار. فرئيس المحطه لما تحدثوا معه في انه يعمل عمل وطني، فسحب الاسطوانه على اساس ان القطر ما لازم يجف في المحطه، لازم عشان يمشي القطر يبقى تحط الاسطوانه. فنجحوا في هذه القصه. دكتور خليل ومن معه من ابناء عمومته وابناء البلد كان عايز ان هو يوصل الصوره من الظلم والاستبداد لرجل مسؤول وهو رئيس السجون بوب. فتم ايقاف القطار، تمام، وبعد ذلك كان دكتور خليل ابو زيد كان يتحدث الانجليزيه بطلاقه بمرور ان هو قعد 8 سنوات في لندن واخد الدكتوراه في كليه الزراعه. تم التحدث مع بوب وباءت المحاوله بالفشل، وكان اطلق هناك عسكري انجليزي النار. ثم اهل البلد، كان طبعا البلد كلها كانت متواجده على المحطه، فهنا اصطدم الانجليز بابناء البلد. وكان هناك تاجر عسل، تمام، وكان يوجد بلاليص عسل في المحطة. فهنا اشتبكت المصريين مع الانجليز وتم قتل الانجليز، فهنا اختلط الدم بالعسل، ولذلك سميت دير مواس ببلد العسل والدم. ونشأت بعدها الثورة وهبت الثورة. وبعد كده لما حاولوا الانجليز ان هم يدخلوا البلاد بعد الثورة باكتر من 10 ايام او اسبوع تقريبا، وجف وتعامل معاهم وجابلهم، كانت جيوش واعداد غير عادية من الانجليز دخلوا دير مواس عشان ينتقموا من اللي قتلوا الضباط وقائد السجون الانجليزية. فوجف وابتدى يتعامل معاهم وابتدى يخاطبهم، وبذكائه قدر يطلعهم بره البلد تاني، وقدر يستحوذ على الكشف اللي موجود معاهم اللي فيه اسمه اول اسم خليل ابو زيد علي، وكل الاسامي اللي موجوده اكتر من 40 50 اسم من اهليته من جرايبه من اهالي البلد. قدر يحفظ الاسامي دي بسرعه، وقدر يطلع الانجليز ويقول لهم الفلاحين دلوقتي مش متواجدين في بيوتهم، كلهم بيطلعوا من بعد الفجر على الغيطان. هو اخذ الناس اللي كانوا معاه كلهم اللي كانوا موجودين في الكشف، واخذهم وطلع بره البلد وتوجه الى قريه اسمها قريه تونه الجبل بمركز ملوي. وبعد كده اكتشف الانجليز ان هو ده خليل ابو زيد اللي اتعامل معاهم، وهو اللي استدرجهم وخلاهم طلعوا تاني بره البلد، وهو بلغ الناس ديت واخدهم وطلعوا. ابتدت الحراره تزيد في قلوب الاحتلال وفي قلوب الانجليز، بداوا الكيد والنيل من اهالي دير مواس تما وكامله، وحاولوا ان هم يدخلوا بيوت من بيوت دير مواس، وهيبتدوا ان هم يتعاملوا بطريقه او اخرى يشوبها العنف. ولكنه أول ما عرف كده ابتدى إن هو يرجع هو واللي معاه، وأخدوهم ما رضيهوش إن هو أهل بلده يتبهدلوا أو يكون في دماء تاني لأهل بلدته، فرجع. ما كان من ضمن المواقف اللي تشملها الشجاعة بالنسبة للشهيد خليل أبو زيد، رجع هو واللي معاه وسلموا نفسهم عشان الإنجليز يطلعوا بره دير مواس، وفعلا أخدوهم وتم عمل محاكمة عسكرية في مديرية أسيوط في ذلك الوقت، وتم إعدامه وإعدام العديد والعديد معه.